بنرحب طبعا بالكابتن عادل تعيمه نجم النادي الاهلي السابق. منورنا يا كابتن. انتوا منورين والله. الله يخلي حضرتك. البرنامج الجميل كده. الله يبارك فيك. الله يخلي حضرتك. في البدايه عايزاك حضرتك تديني عنوان مناسب للانجاز اللي حققته المغرب في المونديال لحد دلوقتي. في جملتين: انتصار للعرب. الله. انتصار للعرب وافريقيا كمان. يعني افريقيا احنا كلنا كعرب. خلينا في العرب. خلينا في العرب. فرحه العرب فعلا. العرب كبيرة. اكتر. والدليل على كده شوف الجماهير اللي مترابطه. الناس بتيجي من الجزائر عشان تشجع المغرب، من كل حته رايحين علشان الشعوب العربيه كلها اتلمت ورا فريق بيحقق لهم الحاجه اللي هم كانوا بيتمنوها. واللي دايما الغرب كان يعني بيتكلم عننا ان احنا ما نقدرش ننظم، ما عندناش. وطبعا احنا الحضاره واحنا المستقبل باذن الله تعالى ان شاء الله. كابتن، ايه كلمه السر للانجاز اللي حققه منتخب المغرب؟ حضرتك شايف الانجاز ده السبب فيه هل هم اللعيبه، هل هو المنظومه الرياضيه؟ ايه كلمه السر للانجاز ده؟ هو باختصار اداره محترفه بتحب بلدها، ملهاش مصالح غير انه مستقبل لعيبه وكوره مغربيه. بيعملوا بنيه تحتيه، كانوا هينظموا كاس عالم 2010 ودخلوا مع جنوب افريقيا، كان الفرق 4 أصوات. كانوا جنوب افريقيا اظن 10 14 وهم كانوا 10، واحنا ما خدناش حاجه، ما خدناش صوت حتى. فهم بيشتغلوا من زمان في بنيه تحتيه، وبعدين بيصدروا لعيبه لكل اوروبا. هتلاقي كل اللعيبه اللي موجوده كلهم بيلعبوا في اوروبا بالاحتياطي باللي قاعدين في المدرج. وشفنا قد ايه الراجل رئيس الاتحاد عمل ايه مع النادي الاهلي عشان ياخد البطوله بتاعت امم افريقيا. الجواب اللي احنا المصريين، الجواب راح استخبى وخلوا البطوله تتعمل في ملعب المنافس، ودي ضد كل اللوائح اللي موجوده في العالم كله. كارثه. فشوف الراجل عمل ايه، وبعدين في نفس الوقت بيدافع عن فرقته وعن بلده، وعلى طول الفدراليه واخدينها كذا مره وبطوله افريقيا. فطبعا الحرص الشديد جدا على انه ينجحوا المنظومه الكرويه. الحاجه الثانيه بيختار مدرب في توقيت صعب جدا. صح. 3 شهور بيجيب مدرب وطني محبوب جدا من اللعيبه، في قريب من سنهم. سنه صغير، كنت لسه هقول لك سنه صغير، فاهمين بعض. امال ايه؟ شوف حضرتك يعني حتى هم بيحتفلوا بيضربوه على دماغه وحاجات كده يعني. وبعدين لما تبص تلاقي مثلا في الاوقات المهمه كلهم بيستمعوا ليه استماع غير طبيعي. مفيش واحد مثلا بيشرب، واحد بيعمل، لا كله مركز جدا مع الكلام بتاعه. الحاجه الثانيه التواضع الغير طبيعي من كل لعيبه. في لاعب كنت دايما انا مشفق عليه وازعلان منه، زواشي. ليه؟ ما كانش بيأدي ويلعب من منترطيف مراخير وحاجات كده يعني. انا اسف في اللفظ يعني، يلعب دايما كده فيه تعالي. انا بشوفه في البطوله دي بيرجع بيلعب باك رايت وصانع لعب ومهاجم على اعلى مستوى وبيعمل المرتده وبيقاتل في كل الماتشات. النقله دي صعبه جدا، ان واحد مستهتر جدا ما بيأديش وهو لاخره، انك تغير شخصيته. تغير شخصيته في 3 شهور، تخليه بيدافع بالطريقه دي وبيهاجم بالطريقه دي وبيلعب بيعمل صانع لعب بالطريقه دي. الحاجه الثانيه الترابط اللي موجود بين الفرقه قوي جدا، وما بينسوش ابدا فضل ربنا عليهم. صح. بعد المباراه كلهم بيسجدوا. مشهد رائع. شفت مشهد حضرتك رائع بقى. مشهد رائع. وامهاتهم يا اميره واهلهم. صح. اللي موجودين كلهم في الاستاد. بس مشهد السجود ده فعلا بعد رائع. كل ماتش. بعد كل ماتش. عارف حضرتك لما تنزلي انت الملعب ومع ال 80,000 اللي عمالين يزيطوا وعمالين يشجعوا، الواحد ممكن ينسى. صحيح. ممكن يتغر. وممكن يتغر. لا مش ناسين دي. وبعد ما بيعملوا دي بيعملوا ايه؟ يطلع يجيب ابوه وهو لابس جلابيه. لا يستعر من ابوه انه لابس جلابيه. ولا من امه. وفي كل ماتش بيعمل نفس العمليه. وتخيلي بقى دعوه ام مثلا تخلي كوره قبل الدقيقه الاخيره الراجل بيحتفظ دماغه تروح طالعه بره العارضه، الراجل بتاع البرتغال امبارح. فدي كلها
ارتباطات وتكاتف. الناس بتستهون بالتفاصيل الصغيره دي لكنها مش صغيره. مش صغيره. لا مش صغيره. مش صغيره. الترابط ده، الترابط ده، اولا المغرب الفريق الوحيد اللي ما اتغلبش هو كرواتيا. الفريق الوحيد اللي دخل فيه جول واحد، والجول اللي جه ما جاش من منافس، ده جه من واحد من اللعيبه، الكره خبطت في رجليه ودخلت، طبعا يعني حاجه غصب عنه يعني. مين تيم في العالم ما جاش فيه جوال؟ البرازيل والارجنتين كله اتغلب. مش يعني فرنسا اتغلبت من تونس، السعوديه اتغلبت من الارجنتين، يعني غلبت الارجنتين. امال ايه؟ السعوديه غلبت الارجنتين في البدايه. تونس كسبت فرنسا بطل العالم. صحيح. لكن التواصل اللي موجود مع المغرب، لان كل العناصر مع ملاها حساب بالتفاصيل الدقيقه جدا. واعتقد انه ده انجاز للعرب وانتصار ليهم ان احنا بننظم وما بنكتفيش بكده، ده احنا عندنا فريق عربي بيوصل في دور الاربعه. بالظبط. ما حصلتش في التاريخ. بالزبط.